السلام عليكم الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيدكم مبروك، تعيدوا بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاجواء ديال عيد الفطر ديالنا. بغيت نبارك لكم العيد انا والاسره ديالي الصغيره، وعاد غادي نبدا معكم الفيديو ان شاء الله. سلام خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ عواش لكم مبروكه بالصحه والسلامه وباش كتمنوا. خوتي وخواتاتي والاميمات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، عيدكم مبروك وتعيدوا بالصحه والسلامه ان شاء الله وكل ما كتمنوا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاجواء ديال العيد الفطر ديالنا. كيف دوزتوا نتوما العيد ديالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودوزوه باحسن على احسن ما يرام ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. صراحه اليوم انا متحمسه وفرحانه، كيف ما كتعرفوا كيعجبني العيد والاجواء ديال العيد بزاف بزاف. لاول مره كيشوفني انا فاطمه زهره من قناه فاتي ام نزار. يهبط دابا يدير لي واحد ابوني، خليو لختكم واحد لايك، وما تنساوش تخليو لي واحد تعليق زوين وتباركوا لي فيه العيد طبيعه الحال الا جات على خاطركم. كيف دايرين؟ كي دايره الامور ديالكم؟ كي دايرين؟ صراحه الجو عندنا حنا صباح زوين بزاف بزاف، واخا تحرمنا من صلاه العيد ماشي مشكل، واحد يقدر يصلي في دويرته، الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين. اليوم ان شاء الله انا حطيت الطبيله ديالي، حطيت كل شيء، غادي نشارك معكم الطبيله ديالي. وكاينين واحد شكيلات ديال الدوازاتاي اللي صراحه ما قدنيش الوقت انني نشاركهم معكم، ولكن ان شاء الله غادي نديرهم لكم من هنا لقدام، غادي نشرحهم مصورين، غادي خصني غير مونطيهم لكم ونحطهم لكم في القناه باش تشوفوهم وتعطوني رايكم فيهم. اليوم ان شاء الله صراحه انا لبست غير هذا القفيتن هذا، حيت راكم عارفين مازال ما غنخرج، مازال ما دايره حتى شي حاجه. البارح ساليت معطله الصراحه تقريبا شي ثلاثة، وانا مازال كنقاد الفران نصوب هذه اللصق هذه قد هذه، راكم عارفين التلصق ديال الصابليات كيشد الوقت. وبطبيعه الحال بديت معطله، ماشي زعما راه الا بديتي بكري راه غتسالي شغلك بكري، انا بديت معطله وما قدنيش صراحه الوقت. وراكم عارفين الواحد ملي تالي رمضان بقينا متحمسين كنساينو واش غدا العيد واش مازال، صراحه ما سخيناش بسيدنا رمضان، ولكن هذه هي الدنيا ما عندنا ما نديرو. كنتمنى كلشي يكون ناشط، كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ما صراحه مازال ما باينليش، المهم كنفيق نمشي نشوف حماتي، نمشي نشوف ماما، نمشي نشوف لالين سي محمد، وفي العشيه ولا الغد ان شاء الله غادي نزل نشوف العائله القراب. حاجه درتها غادي نشاركها معكم، المهم مازال واخا نهار العيد فقنا مازال الغدا تالف، مازال كلشي يلاه كلشي غيكون متوب بطبيعه الطبيله ديالو، كلشي غيكون مقاد. شنو درتو نتوما في الطبيله ديالكم؟ شاركوا معايا في لي كومونتير شنو التقاليد ديالكم، شنو الحاجه اللي ضروري خصها تكون عندكم اساسيه في الطبيله ديال الفطور. صراحه حنا يعني معروفين عندنا حنايا هنايا الاغلبيه كيكون بريري ديال اتاي ودوازاتاي مليويات مسكوته، كل واحد شنو كيدير على قد الجهد ديالو. انا غنشارك معكم الطبيله ديالي، وخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، نتو تشوفوا الطبيله وصحتكم فطوركم، ويحفظ بلادنا ويحفظ امه سيدنا محمد وسيدنا الله يخليه لينا. وعيد مبروك من هذا المنبر هذا ولجميع الحباب وجميع المتتبعين فاتي ام نزار، ويلا هو معايا.
تشوفوا من بعد ما فطرنا وشاركت معكم الطبيله ديال الفطور بصحتكم فطوركم حتى نتوما. ودابا غادي نخرج غادي نمشي عند الكوافوره نقاد راسي شويه وغادي نشارك معكم الجلبه ديالي ديال العيد وخلوا لي الاراء ديالكم. غادي نشارك معكم كذلك الحويجات ديال راجلي وديال ولدي نزار خلاص راكم شفتوهم في الليله ديال 27. المهم انا غادي نحاول ندير لكم سينيماتيك غادي يصورني سي محمد باش تشوفوا الجلابه وتشوفوا داك الشيء كيف جاني ونرجع معكم. يلا سير واخا تما تراب نزار غير بشويه سير طلع وين داك تطلعوا غير رملة غير رملة نزار بالنوبة راية خلي تطلع خيتك عطلع يلا فازي نزار هي بشوية شو ما خاصكش فوجك قول البنات واش راكم مبروكة عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد يلا واخا كحس واش كتمناو الصحة والسلامة طول العمر. المهم البنات ما شاركت معكم حتى شي حاجة من بعد ما فطرنا حيت صراحة جانا واحد الاتصال اللي صراحة ما كناش متوقعينه ولكن كيف ما كنقولوا قدر الله ما شاء فعل. من بعد ما فطرت وجمعت الطبيله ديالي كنت خارجه نقضي شي شغيلات على برا وغادي نشاركهم معكم ولكن ما كانش في المكتب. توفى الاب ديال الصديقه ديالي كنقول لها البركه في راسك اختي الله يبدل المحبه بالصبر والله يرزقكم الصبر حيت صراحه ما سهلاش والله ما سهله باش تفرقي على والديك شي حاجه صعيبه بزاف وانا كيتفرقيهم في النهار ديال العيد شي حاجه راه اش غادي نقول لكم الله يرحم كاع الاموات اللي ماتوا في هذا النهار ولا اللي ماتوا زمان ولا الله يرحم جميع الامه الاسلاميه يا ربي. صراحه هذا النهار حسينا بالجو ديال العيد غير قبل ما نسمعوا الخبر من بعد ما حسيت به راه غير حالتي وغير وجهي يعطيكم الخبر كيف ما كتقولوا. صراحه كان انسان الله يعمرها سلعه الله يجعل مأواه الجنه ان شاء الله يا ربي. وشنو اخر غادي نقول لكم المهم الغدا ما تغديتش في الدار صافي ملي فطرنا ملي فطرنا خرجت في الظهر سي توفى في الظهر صافي من داك الساعات اني يلاه دخلت دابا شحال هادي 9 دقائق القسم مازال بحوايجي
خدينا غير ساندويتشات من برا غادي ناكلوهم وصافي، حيت الصراحه ما عنديش اليد والرجل باش نتحرك. راكم عارفين التري ديال رمضان ديما كيكون ستريس، ديما كيكون توجد وجديد وزاتاي وجدي هادي وجدي هادي وجدي هادي، حيت الصراحه صعيب. راه الامهات كاملين غادي يكونوا عارفين هذا الشيء. صافي من بعد ما جينا جيت هزيت نزار كان عند حماتي ودزت ديتو شويه للبارك ولعب واحد شويه كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، وصافي دابا دخلت بحالي للدار. كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف وعواشركم مبروكه مره اخرى، وتسعيدوا وتعاودوا بالصحه والسلامه وطول العمر وكل ما كتمناو ان شاء الله يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم الصيام، والله الله يطول العمر تلحقوه العام الجاي ان شاء الله الا بقينا بالحياه. الصراحه مخلطه عليا، ما عرفتش شنو غادي نقول لكم، ما عرفتش شنو خاصني، ما تلفت في الهضره والله القسم الا تلفت. باش تسمع اخبار الموت وفي نهار مفرح وفي نهار العواشر، حيت صراحه صعيبه بزاف، ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم. الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور، الله يثبته على السؤال هو وجميع الامه الاسلاميه. صاحبتي عزيزه عليا، وهذا الشيء اللي وقع هذا النهار اثر فيا صراحه بزاف. ما توقعش كنت ما فهمتش والله، ما عرفتش لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا الشيء اللي غادي يطلب الواحد وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. حتى حاجه ما كتكمل، الدنيا غير وسخ كيف ما كنقولوا، الله يدهينا بالله. هذا الشيء اللي يطلب الواحد، الاغلبيه كنتفكروا طريق الله وكنتفكروا شنو خصنا نديروا. حتى كنشوفوا الموت ولا كنفقدوا شي حد عزيز علينا عاد كنتوقدوا، اللي الصراحه صعيبه بزاف. ما نكذبش عليكم، عزات عليا صاحبتي بزاف بزاف بزاف، الله يرزقهم الصبر، الله يرزقهم الصبر. شحال ما دعينا الفراق د والدين صعيب بزاف، ما الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. لاباس؟ لا شوما. المهم البنات ما نزيدش نطول عليكم اكثر، بسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. صراحه بغيت هاد النهار نكون بواحد الطاقه وبواحد الحيويه اللي نضحكوا ونشطوا، كنت عوالا ندير شحال من حاجه ولكن ما تمشي غير فيلم الشكل، الله شنو ما تمشي غير فيلم الشكل الله كيف ما كنقولوا. تصبحوا على خير وليلتكم مبروكه، وخليو لي في لي كومونتير هذا ما يخلينيش نكمل معكم التصوير. ماشي وجهك سنان، شدوا ولدك خلينا نكمل. سير فين بونوي سير تنعس البنات، بسلام عليكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وعواشركم مبروكه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، بسلام عليكم.